مسيرة هناك، يعني نشاهد مسيرة حاليا تتجاوز الحدود. نتحدث عن مناطق في شمال هضبة الجولان. مسيرة، تعال تعال، سنحرك الكاميرا قليلا. يعني شاهدنا مسيرة تجاوزت الحدود من لبنان، شاهدناها بأم العين تتجه نحو المناطق الواقع في شمال هضبة الجولان السوري المحتل. نستمع إلى صوتها بشكل جيد. على الأغلب نتحدث عن مسيرة لبنانية. صافرات الإنذار تفعل حاليا في شمال هضبة الجولان السوري المحتل، وطائرات حربية. الآن أيضا نستمع إلى صوت المسيرة، والآن صواريخ اعتراضية أيضا، وعلى ما يبدو هجوم فوق مزارع شبع المحتلة. نتحدث عن هجوم واسع من قبل حزب الله يشمل مناطق واسعة في المناطق الحدودية. يعني نستطيع أن نقول بأن الساعات المقبلة على ما يبدو هي ساعات حرجة جدا، ربما نحن ذاهبون إلى تصعيد أو أيام من القتال، ولكن إسرائيل هي التي بدأت في هذه الضربات، وقالت بأنها بدأت بهجمات استباقية. هجوم واسع من حزب الله نحو مزارع شبعة، نحو هضبة الجولان، نحو الجليل الأعلى والجليل الغربي. لا نتحدث عن توسيع